يا مساء الخير. بنحب نختم الحلقة بحاجة حلوة ومفيش أحلى من الفن. النهاردة الحلقة ثلاث أرباع الوقت بنتكلم عن الفن، أيًا كان طريقة الكلام عن الفن والتعبير عنه، فهو بيفضل طول الوقت الحاجة الأرقى والأكثر تهذيبًا للنفوس. وتعرف كده أنه لو الإنسان بيعرف بيفهم فن، بيعمل فن أو بيتذوق الفن، هو في مشوار الإنسانية بيتحرك خطوات محترمة جدا. احنا النهاردة معنا مشاريع تخرج لطلاب كليات فنون جميلة، من المشروعات اللي لفتت أنظار الناس، اللي ناس كتير انتوا هتلاقوا دايما انه حد يقول لك وازاي في التمثال الفلاني في المكان الفلاني، طب ما تشوفوا النماذج الإيجابية اللي عندنا. طبعا في كل وقت احنا عندنا نماذج حلوة قوي، عندنا فنانين في بداية مسيرتهم الفنية لكن بيقدموا حاجات في منتهى النضج. ده اللي أنا متوقعه النهاردة، أنه إحنا شايفين شغل عظمة مش كده. أنا متشرفة كده أنه النهاردة معايا هبتدي بندى. ندى صح كده؟ ندى خالد. ندى خالد من كلية فنون جميلة، وهي هتحكي عن مشروعها. بصراحة بالأول كمان بسلمة، سلمة أسامة. أيوة. شعبة فنون نشر، رسوم نشر، قعدت تحفظني ساعة. سلمى نورتينا. وساندرا أشرف، شعبة نحت، وساندرا الأولى على الدفعة. نورتينا يا ساندرا. شكرا. وأخيرا وليس أخيرا، سايبك بس في الآخر، محمد عراقي، كلية فنون جميلة، برضه عامل حاجة معقدة جدا جدا بس نحت برضه مش كده؟ نحت بارز. نحت بارز. أنا اتعلمت منكم أول حاجة دلوقتي إنه حتى النحت فيه تخصصات مش كده؟ بالظبط. طب احكوا لي بقى، أنا عايزة أبتدي من عند سلمى. سلمى أسهل حاجة نفهمها، فنون نشر، احكي لي بتعملوا إيه؟ هو احنا المفروض ان احنا بنعمل اي حاجه ليها علاقه بالحاجات اللي بتنشر، يعني مجلات او كتب اطفال او علميه. بنبدا ان احنا سي مثلا اي واحد اديب او كاتب او شاعر وعارف كتاب بالظبط، مثلا اي حاجه منشوره او مطبوعه، بنبدا ان احنا نجيبها ونقرا الكلام ده ونبدا ان احنا نتخيله في هيئه رسوم. وبعد ما نرسمها بناخد بقى النص مع الرسومات دي ونبدا ان احنا نعيد صياغتها بطريقه ان المتلقي يبقى يقرا التكست وفي نفس الوقت هو بيشوف الرسومات اللي احنا بنعملها. عارفه جوزي لحد دلوقتي لما بيقرا ميكي يقول لي انت بتقري بسرعه ما بتستمتعيش بالصور. ايوه صح كده، مش انت انتوا بتوع ان احنا نستمتع بالصور مش كده؟ لا، فنون النشر زي ما سلمى قالت اوسع بكتير من انه بس الرسوم بالظبط. ممكن تبقى حاجه علميه، ممكن تبقى حاجه ادبيه، يعني مثلا في مشاريع تخرج بيبداوا ان هم يجيبوا مثلا روايه لنجيب محفوظ او لاي كاتب ويبداوا ان هم يقروا المشاهد بتاعتها ويعملوا اعاده صياغه. بتاعك بقى ابتدينا نشوف صور دلوقتي، ده البروجكت بتاعي. انا عامله قصه اطفال لكاتب اسمه كامل الكيلاني. هو بيتميز بالفانتازيا العاليه في شغله، وان هو يعني انا لما جيت اقرا القصه بتاعته حسيت ان انا عايزه امسك المشاهد ارسمها من كتر ما هي حلوه، يعني اللي هو بيحكي بتفاصيل وبيبدا ان هو يوضح يعني كم المشاهد فيها كانت بجد حلوه قوي. وخدت قصه اسمها في بلاد العجائب لان هي كانت بتوصل هدف. خيال بقى؟ لا غير خيال، هي كانت في الاخر بتوصل للطفل زي درس في الحياه. هو القصه بتحكي عن ان هو المفروض ان الطفله دي بدات ان هي تخش مدينه عجيبه، كل حاجه فيها كانت يعني فيها فانتازيا عاليه قوي، وبعد كده قام حصل ان هي حصل حاله على الحزن. انا كل الصور يا جماعه بسرعه، صور كتير وحلوه قوي قوي. شكرا جدا حضرتك. في حاله من الحزن بدات ان هي تعم على البلد دي او المدينه. فبعد ما هي دورت لقت بيت، دخلت بيت فتحت صندوق، الصندوق ده طلع منه كائن خرافي هو مصدر الامل، يعني هو كان في الاخر عايز يقول للاطفال او بشكل عام ان هيحصل حاجات كتيره قوي وحشه في الحياه بس في الاخر هيجي الامل ان هو والجميل بقى في رسم الاطفال انك البطل هو الصوره مش البطل هو الكلام مش كده؟ ايوه. حلو قوي قوي. شكرا جدا. محمد ما تحكي لي يا محمد ماذا فعلت؟ النحت البارد. محمد بقى استنوا اقول للناس الاول بس اشاهدهم عليك. محمد المشروع بتاعه اسمه preparation for the coronation او التهيئه للتتويج. مشروع ذكوري بامتياز ومراحل بس مش الذكوريه لا لا حقك الذكوريه اللي بجد انتوا مضطهدين دلوقتي بالظبط. احكي لي الفكره، انا بحب اسمع طول الوقت الفكره ورا العمل الفني. ممكن اعرض الصوره؟ نعرض طيب. العمل الفني الاول محمد عراقي، نحت بارز، هذا هو. لا يعني لو الثانيه هناخد زوايا ثانيه كتير ليه، بس احكي لنا الموضوع بهذا. ببساطه مش ببساطه قوي هو مش مهم. احكيلي. انا كنت الفكره جات لي كنت بقرا كتاب عن النماذج السيكولوجيه الاربعه للذكر الناضج. فلقيت ان اكتر نموذج مميز فيهم هو نموذج الملك. في ثلاث نماذج تانيين دي عباره عن طاقه ذكوريه داخل كل ذكر، منها الملك اللي هو النابع او المنبع اللي بينبع منه باقي
الأنماط الشخصية أو أوكي. الأنماط الذكورية، منها الساحر، المحب، والمحارب. أوكي. فحاولت أركز على ده بما أنه هو المنبع. فعبرت عن الرحلة من الطفولة، لأن الجانب الأصغر أو الجزء الأصغر من الملك أو من نموذج الملك هو الفتى المقدس. بص، مستمتعة بشرحك. في عنصر نسائي في الصورة ده؟ العنصر النسائي بقى هو حاولت أشخصن الموضوع شوية عشان أعبر عني وأنا بعمل التمثال أوكي. أو بعمل اللوحة. والدتي هي اللي كان ليها الدور الأكبر الحقيقة في إن هي توصلني لفكرة ذكر نضج، أوكي. أو إن هي كمان تساعدني إن أنا أدخل الكلية أو تساعدني إن أنا أوصل للمرحلة اللي وصلت لها. فكنت عايز أهدي لها ده في يوم التخرج، فحاولت اعبر عن الفكره اللي انا. محمد المخرج محتاس معاك، أنا عايزين نبينك وعايزين انت اثبت في الكرسي. احنا مبينين، تخيل مش هشرح انا فاكر كويس. بس محمد اللي انتم مش شايفينه، خلاص محمد ثابت، نرجع لمحمد ثابت اهو. اللي انتم مش شايفينه محمد متحمس جدا للعمل الفني لدرجه انه عمال يشرح عليه ويتحرك. لا عظيم ان احنا نشوف عمل فني نستمتع بيه من غير ما نفهمه، بحس ان لما بنفهمه بنستمتع بيه اكتر. انا حاولت ما اكتبش الحقيقه شرح المشروع عشان بحب اللي يشوف الحاجه طالما انا باني التصميم كويس عندي فكره. فما بحبش احصر المتلقي في الزاويه ان انا هو ده. لا، هو عنده حياه، عنده تجارب، عنده حاجات يقدر من خلالها. هو ممكن يشوف النموذج النسائي ده حد تاني، يشوفه هو بفكرته، بتجاربه، بخبرته في الحياه، هو يتلقاه باحساسه هو. فهيوصل له الحاجه اللي تعبر عنه. انا عملت اللي يعبر عني، بس في نفس الوقت مش هحصره، خليته يشوف ويتلقى بالطريقه اللي تناسبه. احنا لسه معانا سلمى وساندرا وعندنا شغل عظمه يعني. لا عفوا، ندى وساندرا. هنرجع بعد فاصل قصير ونكمل كلامنا مع ندى وساندرا، وعايزين نسال الفنانين الشباب الجداد الناضجين دول عايزين يروحوا فين كمان 5 سنين. اتش ار بقى. بعد الفاصل نكمل مع فنانين متميزين من طلبه فنون جميله. لسه بنكمل مع فنانين المستقبل اللي من النهارده قدموا مشروعات مميزه. كلنا لما بنشوفها على السوشيال ميديا بنقول فين الناس دي من الشوارع، من الميادين، من المدن الجديده اللي بتتبني. لسه بقى ما تعرفناش على مشروع ساندرا. ساندرا اشرف، احكي لي على المشروع بتاعك. هو انا مشروعي مش ما كانش وراه فكره فلسفيه على قد ما هي حاله حاولت ان انا امثلها بتشكيل بصري. يعني أنا في فترة التجهيز اللي هي بنجهز أفكارنا قبل تنفيذ المشروع، بنحاول إن احنا نعمل سيرش، ندور على أفكار، بندور على ندور على إلهام من أي حاجة. فوانا بقرأ وبعمل سيرش وكده شدني قوي فكرة إن القط، الحيوان، الكائن القط، هو أكتر كائن من مختلف العصور والثقافات والحضارات المختلفة، تحس ان هو مثير للجدل شوية. يعني دايما مرتبط بالسحر، مرتبط بالخرافات، مرتبط بأساطير. فشدني ده، وشدني برضو ارتباطه بالمرأة. ان دايما حتى الآلهات مثلا، المعبودات اللي كانوا انت عملتي علاقة بين القط والست. بصي، اكتر حاجة ملفتة في طبعا النحت بتاعك انه ازاي التفاصيل حلوة كده. يعني الربس بتاعت جسم الست دي كانها حقيقيه. دي الحاجه اللي خلت مشروعك متميز. دي واحده من المعايير اللي بيتحسب بيها جمال النحت، مش كده؟ اكيد طبعا، مش كده؟ اكيد. عضلات، تشكيل. انت عملتيهم شبه بعض، ده كان قصدك يعني؟ ايوه بالظبط. يعني انا فهمت صح؟ ايوه بالظبط. اهو بقيت افهم فعلا. شفتوا؟ ادتوني درس 10 دقائق. انا عملتهم شبه بعض في التشكيل وفي الشبه يعني عموما، في النسب وفي البوز نفسه الاثنين. حتى البوز والاثنين حاولت ان اعمل اخلاق علاقه بينهم وبين المشاهد، بان هما الاثنين يعتبر باصين للمشاهد. يعني المشاهد يقف قدام التمثال كده هيلاقي الاثنين نقطه التقاء البصريه يعني ما بينهم هما الاثنين. بصوا يا جماعه، يعني لو سواء ساندرا او محمد او سلمى او انا متاكده ندى، وهم بيتكلموا عادي كده كلامهم في مصطلحات علم. ده بس كده جملة جانبية عشان لما نيجي بقى ندور على فنانين، ندور على ناس متعلمة. الله يخليكم.
مش يا ساندرا. ندى، ندى انت عامله حاجه جميله قوي. شكرا. يعني عامله انا كمان فهمت ان ندى قسم تصوير جداري، مع انك عامله حاجه تبان انها مجسم. ما هي دي كانت الفكره، ان احنا القسم عندنا عموما بيبقى عن، هو عباره عن الازاز، بنستخدم الازاز في الجداريات بتاعتنا. فانا حبيت المره دي ان انا مركز قوي على الكونسبت واركز على التكنيك اكتر، ان انا اربط ماكس ما بين الجداريه وما بين حاجه 3 دي. وكمان فكره تاثير اللايتنج على الازاز هتبقى عامله ازاي. على فكره الاستاذه بيليا دي انت مسميها بيليا صح؟ بيليا موجودة عندنا في الاستوديو بره، صدقوني كان نفسنا نجيبها. بس فهو ده كان فكره المشروع، اني ركزت على التكنيك اكتر من فكره المشروع ان انا اركز ان انا ناقش قضيه معينه. لا، حبيت اخرج عن الحته دي، وان انا عايزه اركز فكري بقى ان انا اظهر ان الازاز ممكن يتعمل بيه مجسمات وحاجه 3 دي نقدر نشوفها من كذا ناحيه. حلو قوي. اللي جواها بيبقى ايه؟ معموله من ايه؟ بليا كان عباره عن فوم. كان عباره عن بلوك فوم، وبعد كده كان مره عشان كده انت خايفه عليها تقع على جنبها، يعني هي خفيفه. هي خفيفه بس مش خفيفه. يعني هي في الاول كانت خفيفه لان هي كانت فوم بس. بعد كده مرت بكذا مرحله فوم، بعد كده اتلزق عليها شاش بغيره عشان الملمس يبقى خشن، وبعد كده بعد كده استخدمنا الازاز. دي مراحل تكوين. ده كان ده كان 3D 3D معمول لاسم الكلاود، كانت ورا بيليا اصلا. لان بيليا مش المشروع بس، وده كان ماكت معمول لسحابه. وده مقبول، يعني انت مفروض ان تخصص الجداريات لكن مقبول انك تعملي حاجه 3D. بالعكس، حبوا الفكره ودعموها. الدكاتره كانوا حابين الفكره ودعموها، وقفوا في كذا ستيب معايا، والحمد لله يعني الموضوع نجح. لا، وانتوا الاربعه عاملين حاجات عظمه. انا عايزه الحق اكلمكم في تفاصيل ما بعد الشطاره. مين يعني، انا بس بجد سؤالي، التطور الطبيعي لخريج فنون جميله انه يتوقع بحسب بقى تخصصه، يعني هنقول انه سلمى تشتغل مثلا في مؤسسه نشر، مش ده المنطقه الطبيعيه ليك؟ فانت بتدوري في دور النشر والاماكن المتخصصه، سهل تلاقي شغل؟ هو في اسكندريه اللي سبقوكي بقى، فاعتبرنا نفس اسكندريه. هو لا صعب، بس انا في القاهره فيه، بس طبعا بيحتاج مني اكسبيرينس، يعني لازم ان انا اشتغل على نفسي كتير الاول وابدا اعمل غير بروجكت مشروع التخرج زي كل الشغل بالظبط. لازم اعمل بروجكت كتير يعني، بحيث ان هو يبقى فيه زي سي في كويس، ان انا لما اجي اقدمه هم عارفوا خلاص الاسلوب اللي انا بشتغل بيه. فمفروض ان انا كمان بقدم في حاجه قريبه من اسلوبي، او اللي هو في حاجه انا حابه اشتغل فيها، فهو بيبقى دور النشر او اي حاجه ليها علاقه او بالحاجات دي، شركات النشر. طيب محمد، ازاي نوصل اننا نلاقي اعمال فنيه في كل مؤسسه وكل شركه وكل ميدان وكل شارع وكل محطه مترو؟ وده اللي احنا متوقعين، احنا عايزين نوصل لكم، بس انتوا بتوصلوا لاصحاب القرار ازاي؟ طيب انا عارف ان حضرتك اللي بتبداي تسالي، فهسال سؤال. اسال وانا مش هجاوبك. حضرتك قابلتي بره حياه حضرتك المهنيه، قابلتي كام نحات؟ لا، قابلت كتير عشان بتعامل معاهم يعني في شغل، في مجالات مختلفه. بالظبط. احنا انا ما كنتش اسمع عن قسم نحت. ناس كتير لما كنتش اعرف ان في نحات. بالظبط، ناس كتير لما بكلمها بتستغرب النحت يعني بتعمل ايه. فهي دي الازمه، لان معظم الخريجين بيخرجوا للاسف. احنا اعضاء هيئه التدريس بيتعبوا معانا بصراحه، مجهودهم يشكر، فبيأهلونا ان احنا نقدر نشيل شغل كبير. طب ما الندره يا محمد معناها فرص اكتر ولا لا؟ ان عددكم قليل معناها ان الفرص المتاحه كتيره. ده لو في علم ان احنا موجودين. لا، انتوا موجودين. احنا موجودين، بس الفتره اللي بنبدا نقول احنا موجودين فيها بتبقى فترة مضغوطة، ان احنا محتاجين تخرجنا، محتاجين فلوس، كل واحد محتاج يبدأ حياته. طب. فمحتاجين فلوس عشان نبدأ نطلع اعمال فنية، فاللي بيساعد في ده المفروض الاعمال المؤسسية او الاعمال المفروض ميادين، جداريات، مباني، الفن. يعني باختصار يا محمد انت عايز تقول احنا محتاجين ناس تثق فينا، تدينا مساحة واحنا نطلع شغل. بالظبط. وده بالمناسبة تكلفة النحت مهما قلت انه مكلف هيبقى لا يذكر بقيمة تكلفة الإنشاءات الرهيبة الكتيرة المهولة. فأنتوا مهما كان شغلكم مكلف، هو القيمة المضافة اللي منه أكتر كتير. ساندرا، أنت عملتي تحفة فنية، يعني العمل الفني بتاعك ده حلو قوي.
تمنيتي تعملي ميدان، تمنيتي تعملي نحت، انت تخصصك نحت ميداني مش كده؟ تمنيتي تعملي تمثال فين؟ ما فكرتش في الموضوع ده قوي، بس يعني اللي فكرت فيه ان هو ان احنا نسند، يعني نحاول ان احنا نسند الحاجات دي، الاعمال بتاعت الميادين والحاجات دي اللي فعلا الكفء، يعني الشخص اللي نشوفه كفء للموضوع ده. بس يعني هو في اعمال فنيه لحاتين كتير، اقصد اقول خيط البدايه انه انا اروح اخبط مثلا على المحافظه واقول لهم انا نحات اعرفهم بنفسي، ولا هو اللي المفروض يدور عليك؟ وده بجد سؤال انا شخصيا بفكر فيه. هو المفروض يدوروا علينا، بس انا ما رحت يعني انا حاولت قبل لا كده. لا عارف المفروض ايه بقى يا محمد؟ المفروض يتم الاعلان عن هذه الاعمال، ويبقى في مسابقات، وانت تعرف وساندرا تعرف، كلنا نعرف انه ميدان كذا محتاج تمثال. بالظبط. ونقدم سكتشات او نقدم سكتشات او نسخ مصغر. ندى، الجداريات حاجه يمكن مالوفه اكتر وموجوده اكتر في اسكندريه، كتير قوي قوي جداريات. احنا عندنا في القاهره هنا غلابه، كل حاجه رمادي. رمادي، احنا عايزين الوان في القاهره. ايه المكان اللي تمنيتي تعملي فيه جداريه وقلتي ده يبقى حلو اضافه ويبقى لايق قوي على المكان؟ هو ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، بس ما بتفكروش ليه يا جماعه انتوا فنانين؟ لا لا هقول لك، هو بخصوص فكره الجداريه، هو من هنا جات لي فكره ان هو ما يبقاش جداريه، فكره الميدان ان هو حاجه تتنحت وبعد ما ننحتها نحط عليها ازاز، ودي كانت فكره مشروعي، فبعد كده نحطها في ميدان. فعشان كنت مركزه في الحته دي، اللي هي مش لازم تبقى على حيطه، مش لازم تبقى على وول في مكان ثابته، لا ممكن تبقى عادي 3 دي ونلف حواليها من كذا، والازاز ماده يعني تساعد ان هي تستحمل العوامل بره جدا بقى، يعني تستحمل عوامل البيئه ونقدر نستفيد منها في حاجه زي كده. فشايفه ان يعني ان احنا مش واخدين حقنا في حاجه زي كده، الموضوع مش منتشر. بصوا بقى، انا ممكن اقول لكم وامشي معاكم في فكره ان احنا مش واخدين حقنا، بالذات لانه عندنا وقائع كتير بتقول لا شفنا تماثيل وحشه في ميادين ولازم نعترف. مش احنا شفنا شغل وحش. مش احنا. لكن عايزه افكر بالعكس، تسمحوا لي؟ وعايزه اسالكم بقى سؤال، خلونا نفكر بالعكس. اتفضل. هو ينفع اعمالكم الفنيه دي تبقى مشروع تجاري؟ يعني ينفع اقول ان انا هعمل تماثيل وابيعها؟ تنفع رخيصه ولا ده صعب والناس مش هتفهم وغاليه؟ يعني هقول لك يا محمد، انا لو رحت اشتري تمثال صيني كده موجود منه 2000 واحد هدفع فيه رقم كبير قوي، لانه لو حلو هيبقى غالي. انت ينفع تعمله حلو ومش غالي؟ في فرق بين السلع الاستهلاكيه او ان انا اعمل نحت بطريقه وظيفيه. أيوة. بغض النظر ان انا اعمل حاجه كعمل فني بتناقش فكره او بتوصل احساس او شعور. ايوه. في ان انا اعمل خط انتاج او عدد نسخ معين من نفس الحاجه يكون ليه استخدام وظيفي للمستهلك، ومنها هبقى بنشر الفن للناس اللي ممكن ما تكونش بتعرف تتذوق الفن قوي. ايوه، عملوا لنا فن شعبي كده. بالظبط، هتارجت فئات اكبر واكتر وهوصل لهم الفن واحده واحده، فده متاح نقدر نعمل ده. والسعر مش هيبقى غالي، لان احنا الموديل الواحد. قول لي رقم، قول لي لو انا عملت مجسم تمثال حجمه قد كده يبقى سعره كام؟ لو انا هعمله خامات بسيط، لو هعمله لواحد بس وهبيعه مره واحده هيكلفني اكتر من 5 ل 10000 جنيه. وهتلاقي ناس تشتري ب 5 و10000 جنيه؟ موجودين. صح، موجودين. طيب. بس اقدر اقلل تكلفته لو لتقريبا عملته 20% لو عملت منه اكتر من 200 او 300 نسخه. شكرا. هو بس اللي احنا عايزين نوصل له، انا عايزه اقول يا جماعه بدل ما نقعد نستورد ديكورات للبيت ونبيعها بزيشليون جنيه وهي مستورده كلها وخطوط انتاج من الصين مثلا، ينفع نعمل كده؟ انا محضر خطه عمل يعني. ماشي. عايزه تعملي ايه؟ مشروع تجاري. كنت بدات اشوف دماغكم بس. انا كنت بدات قبل مع الكليه مشروع الايبوكسي الريزن، بدات اعمل تابلوهات. في الاول بدات بحاجات صغيره 30 سنتي في 30 سنتي، بعد كده ما حبيتش، حسيت ان انا مش مرتاحه في المساحه، بدات اكبر من المساحه، وصلت المتر 70 في مترين، وعملت بيدج وبعت، وحاسه يعني ليا في فكره الانتيريور ديزاين، يعني حابه الموضوع. يعني في مجالات تانية اصلا تقدروا تشتغلوا فيها، لو ما لقيتيش شغل في دار نشر هتعملي ايه؟ هو انا حابه ان انا يعني اعمل حاجه مع نفسي، يعني اعمل مثلا، ممكن يعني حاسه ان انا ممكن ابدا ان انا اجيب القصص بتاعت الاطفال واعمل لها اعاده صياغه
او مش شرط حاجات كانت موجوده، ممكن مثلا اي كاتب او اي كاتب قصص اطفال او اي بشكل عام ملوش علاقه بالاطفال، ممكن ابدا ان انا اخد منه الكتابات بتاعته وابدا ان انا اعمل لها رسوم فتتباع قصص اطفال. يعني هي اصلا الشعبه بتاعتي ممكن ان احنا ننزلها لسوق عادي، اصلا المشروع بتاعي المخرج النهائي منه كان قصص اطفال بالزبط. فده ممكن عادي بسهوله جدا، يعني انا ما عنديش نفس المشكله بتاعتهم شويه لان انا اوريدي الشغل بتاعي بينزل منه السوق وموجود ومطلوب. اخيرا يا ساندرا، ايه الحاجه اللي انت تشوفي انها ممكن يتم تنفيذها على مستوى تجاري بجد تجاري، لحد ما يجي لي حد يقول انا عامل مشروع عايز اعمل 50 ميدان في مدينه جديده بتتبني في كومباوند 50 ميدان. احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده يعني نفسي حد فعلا صاحب كومباوند مثلا يقول انا هعمل كل شارع في اخره راوند اباوت كده، هعمل فيه تماثيل حلوه، هعمل فيه مجسمات. حطيت الخطه للاستعداد للطلب ده بالفعل. حطيت خطه ان انا يبقى فيه اكتر من بورتفوليو لاكتر من فنان مصري موجودين على بلاتفورم او ويب سايت، اقدر ان انا اوصل يعني الشركه هتبقى عنوانها ان هي مقاولات فنيه مش بس نحت، موزايك، نحت، بينتينج، اندور. طب يلا انا ممكن استنى المشروع اول ما يبتدي تقولوا لي؟ اكيد يعني انا كده خلاص اتفقنا أكيد. مش كده؟ ويبقى وتقولوا ان التاسعه هي كانت بدايه المشروع. اكيد ما تنسوناش بس. حاضر. نورتونا جدا جدا جدا. ندى خالد نورتينا. محمد علائي نورتنا. ساندرا اشرف نورتينا. وسلمى اسامه ميرسي جدا. انا متاكده انه كل واحد فيكم هيلاقي سكته ونتقابل تاني وانتم فنانين كبار كده ان شاء الله. قبل ما نختم معاكم، احنا النهارده في الحلقه اتكلمنا عن حفل امال ماهر. شركه تذكرتي اعلنت عبر صفحتها على فيسبوك انه في 10 اشخاص هيتصوروا مع امال ماهر. بصوا بقى عشان احنا قعدنا نضغط على امال ماهر انه يعني اطلعي واكدي لنا وطمنينا، 10 اشخاص ممكن يتصوروا معاها يوم الجمعه الجايه في مدينه العالمين. الحفله هيبقى في العالمين ارينا، معموله طبعا عشان يتم اختيار ال10 دول عن طريق مسابقه، يعني انك تتصور بالتذكره بتاعتك تنزلها في الكومنتس بتاعه الاعلان اللي موجود على موقع تذكرتي او على حسابك، تستخدم الهاشتاج اللي تم تخصيصه للحفلة دي ملكة الغناء العربي، وهاشتاج تاني تذكرتي أمال ماهر. شركة تذكرتي ما زالت بتوعدكم بليلة خيالية، عودة قوية جدا لأمال ماهر. لذيذ الخبر ده، وأعتقد أن الناس كتير هتحب جدا أنها تقابلها وتتصور معها. شكرا لكم مرة تانية، دي كانت حلقتنا من التاسعة. أشوفكم إن شاء الله على كل خير.